احتفلت كنيسة الروم الكاثوليك في الأردن بالرسامة الكهنوتية للشماس فارس بقاعين، وذلك في قداس احتفالي حاشد أقيم في كاتدرائية القديس جوارجيوس في منطقة أم السماق بعمان. ترأس القداس سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن، وبمشاركة العديد من الأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمؤمنين وذوي الكهن الجديد. وعقب صلاة الأسقف على رأس المرتسم وشح بقاعين بالحلة الكهنوتية. وفي الختام توجه الأب فارس بقاعين بالشكر لجميع من ساعده في تنمية دعوته. مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يهنئون الشماس بقاعين بالرسامة الكهنوتية، متمنين له التوفيق في رسالته الجديدة بحقل الرب. نشكر الله على نعمة الكهنوت. أنا بدي بهالمناسبة أتشكر سيدنا جوزيف جبارة، كير جوزيف جبارة، أباء الكهنة، كل حدا كان معي في مسيرتي خلال حياتي الدراسية لا أوصل للكهنوت. أنا بشكر أهلي اللي كانوا دائماً سند ودعم إلي، بشكر نعمة ربنا، بشكر إخوتي الشمامسة والطلاب الكليركيين اللي كانوا دائماً معي بطريقي نحو الكهنوت. أنا بدي أشكر الكل، يعني ما في كلام يقال إلا شكراً لله اللي هو منحني هذه النعمة اللي أنا غير مستحق لها، والله يبارك الكل.